انت مش ناوي تخف هزار مع البنات بقى ولا ايه؟ فين الهزار ده؟ انت هتستهبل؟ ده انت اي واحدة معدية في الكومنتات بتهزر معاها. ماشي ولو نفرض، انت مالك؟ يعني ايه انا مالي؟ هو انا شفافة ولا ايه؟ انت مش من يومين يا بنتي متخانقة معايا وقلتلي مش عايزة اعرفك تاني؟ حصل. مش اتصلت بيكي كنسلتي عليا وبعتلي مسج قلتلي اخرج من حياتي انا مش قادرة اكمل؟ حصل برضو. بعدها دخلت كلمتك واتساب عملتلي سين ومرضيتيش ترد عليا. مش هنكر، بس ده علاقته بانك تهزر مع البنات يعني. ما هو اللي انت عملتيه ده معناه انك فركشتي معايا. ايوه فركشنا، بس ما تهزرش برضو وتستخف ويعملوا لك قلوب ونحنحه. طيب واحده واحده بس، هو احنا مرتبطين؟ لا. في اي ضوء امل اننا نرجع لبعض تاني؟ استحاله. طيب في قوه خارقه مثلا تجبرنا ان احنا نرجع لبعض تاني؟ لا يمكن. لا اله الا الله. يا ست انت فركشتي معايا وسبتيني خلاص، قلت لي اخرج من حياتي. وانت ما صدقت بقى؟ ما صدقت ايه، دول صحابي اصلا مش اكتر. صحابي؟ ما هو ديل الكلب عمره ما يتعدي. طيب وليه الغلط ده بقى؟ بقولك ايه، قصر الكلام، اللي هشوفها بتتدلع عليه هخش اشتمها. دي غيرة دي بقى ولا ايه؟ ولا غيرة ولا زفت، انما انا ما بحبش المياصة. وفريدي مثلا قررت ارتبط؟ طب ابقى اعملها. طيب ما هو مدام بتحبيني ومش عايزين اكلم غيرك ما نرجع لبعض. لا دي نقرة ودي نقرة تانية. يا لهو عليا وعلى سنين السودة. ثواني ثواني، ومين اللي متصور معاها على الانستجرام دي؟ ذوقك بقى بلدي قوي. دي صاحبتي ومرتبطه بواحد صاحبي اصلا. وتتصور معاها ليه؟ عادي يعني، توثيقا لليوم. توثيقا؟ ليه متصوره مع الملك فاروق؟ طيب ما تيجي ننسى اي حاجه ضايقتنا مع بعض ونبدا صفحه جديده. انت مش هتتغير؟ نتغير مع بعض، واللي يضايقك مش هعمله واللي يضايقني ما تعمليهوش. انت عارف اني بحبك. حقك عليا مش هعملها تاني. نهائي نهائي. ماشي هصدقك.